عندي واحد سؤال، وقتاش غنهضروا على تليفون كيصور مزيان؟ وقتاش غنهضروا غادي عليه؟ وقتاش غنقول على غادي التليفون فريمون كيصور مزيان؟ غادي نشوف غادي غادي نشوف غنشوف البنش ماركين ديالو. كاين مواقع مختصة مثلا بحال دوكس مارك مثلا، الصوت معانا السيمي دي بنش ماركينغ. كاين واحد، كاين مثلا واحد الموقع اش كيدير؟ كل تليفون كيخرج جديد اشنو كيدخلوا هو واحد هذا الموقع؟ لابوراتوار كيتيستيو، اشنو هو هذا الموقع؟ نقولوا السميه ديالو قول قول ديال توكسو مارك، غنحط لك لو ديك ليان سو ديالو، مارك، تيكس او مارك، تي ديك سو اكس او مارك مارك. اللي كتب لينا تعليق الخوت غادي نبيني عفاكم سير. كتدخل لهذا الموقع، عندهم لابوراتوار ديالهم اصلا. الشركات اش كيديروا قبل ما يخرجوا شي تليفون، قبل اللونسمون ديالو كيصيفطوه لهم، اشنو اوكي كلشي كيتسنى التنقيط ديالهم اللي كيعطيو لي بوان اللي غادي يعطيو، كيدخلوه اللابوراتوار. راه ديجا عندهم فيديو في يوتيوب كيفاش كيديروا التاست للتليفون، كيشدوا التليفون، التليفون مثلا ماركه اكس مثلا او لا زد ولا سميتو، كيدخلوها اللابوراتوار، كيحطوها في لي كونديسيون ديال الاضاءه المجهده، الاضاءه الضعيفه، وكيبقاو ينوطيو. عندهم باريم اشحال جاب مثلا في السيلفي، اشحال جاب مثلا في المونتاج، من نقطه في سميتو في البورتري، لارج لارج كلشي في الوايد شحال جابت، هذه في الاخر شنو كيديروا؟ في الاخر شنو كيديروا؟ الله اكبر. في الاخر اش كيديروا؟ كيعطيو التنقيط، ها شحال جاب هذا التليفون من نقطه، ارا نقارنوه مع التليفون في هو شحال جاب من نقطه. في الاخر كيعطيوك الترتيب ديال العشره الاولين او العشرين الاولين في التليفونات اللي هما احسن اداء في الكاميرا. بعض اوكي المعلومات كتقول لك لا حكا، هاد ما الموقع شنو بغيت نقول. راه الشركات كيعطوهم الفلوس يشكروهم، وهادشي ما يمكنش. حيت ما يمكنش انا، حيت راه ما يمكنش انا مثلا امير راغب عطيتيني فلوس قلتي لي شكرني، انا شكرتك مثلا، جا واحد اخر عطاني كذا، اشنو المصلحه عندي؟ لانه المصداقيه ديال ذاك الموقع كذا، لا على هذاك الموقع كتعتبر مرجع بحال الموقع ديال انتوتو بنش مارك اللي كيدير اختبار الاداء ديال القوه ديال التليفونات، فكذلك هذاك الموقع ديال سمارك راه حتى هو كيدير البنش ماركين ديال السمارت فون من حيث الكاميرا. لهذا اللي بغى يعرف شنو احسن كاميرات اللي كاينين دابا في السوق يدخل ذاك الموقع غادي يشوف التوب 10 غايقولوا ليه ها احسن. حيت واحد القضيه احسن دابا احسن كيقول لك هذاك الموقع كيعطي معلومات غالطه. دابا هذاك الموقع اصلا اللي كيديروا لي تيست هما ديزاين انجينيور، كاين ديزاين انجينيور ديال الكاميرا ديال الفيديو اللي هما بروفيسيونيل في الشوتين ديال الفيديو والكاميرا، وكاينين ديال الاوديو حتى هما يعني كيفهموا كل شيء. حاجه اخرى هما كيعتمدوا في التيست اول حاجه على الصور اللي كيخرجوا راو، يعني كيخرجوا بدون ماشي اللي كتعطي، ماشي كتصور انت اوتوماتيك، لا اللي كيتصور بمود برو، يعني كيشد التليفون كيدخل لابليكاسيون مود برو وكيختار انه التصويره تخرج ليها راو ما تخرجش ليها الجي بي اس جي، يعني واش تخرج هو بلا الفرق انني اشنو هو الفرق نخرج تصويره راو ار ا دبليو في ونخرجها جي بي اس جي اللي تيخدموا بها الناس؟ ملي كتخرج الجي بي اس جي صافي ديجا تعدلات تريتاش بالسوفتوير سي تريتي، ما اه بقاش يعني يتفاني كولا اه يعني انا دابا مثلا شريت واحد التليفون بغيت نجرب الكاليتي ديال الفعليه ديال الكاميرا، ناخذ التصويره ناخذها راو ما ناخذهاش جي بي اس، ولكن ما بشرط تقدرش تخرجها. غتاخذها راو، ولكن غادي تبان لك هي باهته بحال فوق منها شي ضبابه ولا شي حاجه. هذيك هي اللي كيخدموا بها دابا لي فوتوغرافر بروفيسيونيل، كيهز التصويره وكيدخلها للايت روم باش كيقاد لها الكولور على حساب اللي غادي تجيب لها التصويره مزيانه. يعني هو داك البروسيسين كيديروا مانيوال باش ما يكونش عاوتاني اوفر اوفر وما يكونش عاوتاني شويه داير، باش كتبان لك بيرفكت. سامر واخا دابا تفضل واخا دابا انا دابا باش نقربوا باش نديروا واحد الاختصار واحد الكونكليزيون. دابا اللي فهمت انني انا دابا باش ما نتقلبش في الكاميرا ديال الهاتف خاص ندخل لهذا لو سيت ويب هذا نشوف الكاميرات اللي هما يعني فعلا كاميرات اللي هما مزيانين عاد نختار الهاتف.